طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله اليوم الـ second review اللي هي الـ endocrine review. بعد كده إن شاء الله هناخذ الـ infectious disease، وبكرة بإذن الله نختتم الكورس بمراجعة الجاسترو. بالنسبة للـ endocrine، يعني نفس التوبيك تقريبا اللي السنة اللي فاتت اللي كان عليها أسئلة، حتشوفوا نفس المواضيع، بس الفرق إنه يعني في أسئلة كثير خاصة على الثايرويد، أسئلة جديدة، فإن شاء الله حنغطيها كلها. يعني يمكن في الإندوكراين الأسئلة اللي عدت عليه جديدة هذه السنة أكثر من 35 أو 40 سؤال، فحنغطيها إن شاء الله كلها. وبالنسبة زي ما قلت لكم في الكارديو، في مراجعاتي أسئلة السنة اللي فاتت موجودة، حتكون مراجعة 2022، أنصحكم ترجعوا تراجعوها مع مراجعة هذه السنة عشان تغطوا كل الأسئلة اللي ممكن إنها تجي في السيستم اللي بشرحه. كده غالبا ما حيفاجئكم أتوقع أي سؤال جديد، لأنه يعني أنتم تكونوا غطيتوا أسئلة أقل شيء آخر 3 سنين. ففي الإندوكراين في أسئلة كثيرة جديدة، ويعني حنشوف إن شاء الله حنشوفها كلها. الحاجات اللي حنتكلم فيها، أول حاجة حنتكلم عن الديابيتس، ويعني الديابيتس نفس المواضيع اللي يسألوا فيها كل سنة، حتشوفوا نفس الحاجات كلها حوالين نفس النقاط اللي بتكلم فيها كل سنة. وبالنسبة للثايرويد جلاند برضو نفس الشيء، بس الأسئلة أكثر بكثير يعني كانت الجديدة. وبعد كده حنتكلم عن البيتويتري ديس أوردر والأدرينال ديس أوردرز، ما كان فيها كثير أسئلة جديدة، بس يعني في بعض الأسئلة يعني تحتاج نراجعها. البارا تايرويد تلاحظوا ما هي موجودة هنا لأنه ما في أي أسئلة جديدة عليها. الأسئلة اللي موجودة هي نفسها القديمة اللي موجودة في كورس السنة اللي فاتت، تقدروا تراجعوها يعني في المحاضرة اللي موجودة على القناة. طيب، بسم الله، فهنبدأ أول شيء بالديابيتس. دائما أتكلم عن الديابيتس والتايب 2 مانجمنت، لأنه كل الأسئلة أو يعني أكثر بوينت فيها أسئلة في الدي إم هي دائما هذه البوينت اللي هي وين تو ستارت ميديكيشن، وإيش الانيشال ميديكيشن اللي المفترض إني أبدأ فيه. فاحنا دائما guided by الهيموجلوبين A1C، if it's more than 7.5 نبدا متفورمين، if it's less than 7.5 initially اول ما يجي المريض، وانتبهوا اني هنا اقول اول ما يتشخص، اول ما يتشخص المريض، لكن التارجت بعد كده قدام حيكون انه less than 7 ال A1C، وهو على اساسه حاعدل او ما حاعمل اي تغيير في المانجمنت اذا كان less than 7. لكن في البدايه اذا كان less than 7.5 you start with lifestyle modification اللي هي diet and exercise and no need for medication. هذه تقريبا من 3 ل 6 شهور، إذا ما نفعت ولا زال above target اللي هو 7، if it's more than 7 هتبدأ ال pharmacological therapy with metformin if not contraindicated. دائما metformin. المرضى اللي يجوا ب A1C more than 9.5، وفي بعض المصادر هتلاقوا انه more than 9، بس يعني الافضل تمشي انه مور ذان 9.5، هذا يعتبر بورلي كنترول، يو هاف تو ستارت انسولين. هذه كل سنه بذكرها النقطه، وهذه السنه جابوا السؤال عليها، على هذا السؤال الجديد على النقطه اللي هو وين تو ستارت انسولين از ايذر انيشال او وين تو اد، كلها الاثنين مهمه. ف هذه النقطه جدا مهمه. بعد كده طيب لو ما نفع المونوثيرابي اللي هو عاده يكون متفورمين، هنا insulin is the preferred second line انه اضيفه اذا كان ال A1C more than 8.5. يعني لما بدانا كان 7.5، لكن في الاديشن او وين تو اد insulin is the second line medication if A1C is more than 8.5 despite metformin and lifestyle modification. If A1C is less than 8.5 then we add sulfonylurea rather than insulin. وهذا ال preferred medication، طبعا ممكن نضيف حاجات ثانيه بس ال preferred one، يعني الفكرة هي إنه oral medication ما حضيف insulin إذا كان less than 8.5. وهنا ال preferred one sulfonylurea unless the patient has certain comorbidities. انتبهوا لدي النقطة، أنا كل سنة بركز عليها وبذكرها، إيش أضيف أو إيش ال preferred بعد المتفورمين في ال
مرضى حسب الكوموربيديتيز اللي موجودة عندهم. يعني إذا كان المريض أوبيس أحتاج one of the medication that causes weight loss اللي هي زي ال GLP-1 agonist أو ال sodium glucose transporters to inhibitors اللي هي ال امبجليفلوزن والميديكيشن اللي تنتهي بجليفلوزن. فهذه بريفيرد، هذه برضه بريفيرد في المرضى اللي عندهم هارت فيلير ريديوس اور بريزيرفد اشكشن فراكشن، كلهم نستخدم فيهم الميديكيشن هذه بدل السلفونيليوريا وي اد تو ميتفورمين. الحاجه الثانيه اللي هي المرضى اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز برضه وي بريفير الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر تو انهبيتورز. فجدا مهم تعرفوا هذه الحاجات. طبعا موجود خلينا نجي دحين السلايد يشرحها كلها. فهذه again من up to date. We start with lifestyle alone if A1C less than 7.5. If it's more than 7.5, lifestyle modification and metformin. وبعد كده we add either sulfonylurea or basal insulin على حسب المريض كم ال A1C في second visit أو بعد ما بدأنا المتفورمين. إذا كان more than 8.5 نبدأ insulin. If it's less sulfonylurea. وبعد كده ال third step دائما لازم يكون الانسولين اللي هو انتنسيف انسولين ثيرابي. ودحين هقول لكم في واحد من الاسئله شو هو الانتنسيف انسولين ثيرابي اللي هو البيزل بولس ريجيم المقصود فيه. طيب هذا السلايد كل اللي تحتاجه تذكروه في التايب 2 موجود هنا في الاورال ميديكيشن، يلخصها بشكل رهيب. يعني اول حاجه يعني هعطيكم كده النقاط المهمه. صوديوم جلوكوز ترانسبورتر تو انهبيتورز از ذا بريفيرد ميديكيشن اف ذا بيشنت هاز كرونيك كيدني ديزيز، شايفينها هي رقم واحد. إذا ما هي موجودة في الخيارات اختاروا الـ GLP-1 receptor agonist second medication تجي. في الـ coronary artery disease الاثنين يعني they show great benefit، لكن الـ GLP-1 receptor agonist هي اللي الأفضل. يعني لو خيروكم بينها في الـ MCQ تختاروا هذه في الـ ischemic heart disease. هارت فيلير طبعا زي ما انتم عارفين وتكلمنا عنه في الكارديو، هذا الميديكيشن اللي هي الصوديوم جلوكوز ترانسبورترز وانهبيتورز. طيب اذا قال المريض عنده ويت يبغى ويت لوس يعني كان اوبيس، ففي هذه الحاله اجين صوديوم جلوكوز ترانسبورتر تو انهبيتور اذا ما عنده اذا يعني اورال، واذا انجكتبل ما عنده مشكله مع الانجكتبل جي ال بي 1 ريسبتور اجونست. هو في الويت لوس كويستشنز ما يخيركم، او في الاوبيس بيشنت ما يخيركم بين الاثنين هذه الا في السيناريو اللي معروف دائما وبيتكرر كثير، يقول لك البيشنت از ريفيوزنج انجكتبل ميديكيشن، فعلى طول هنا تختاروا امبجليفلوزن او ذا لانها اورال. فا اذروايز ما يخيركم بين الاثنين بتعمل ويت لوس. فهذا يمكن اهم الحاجات اللي تحتاج انكم تكونوا عارفينها من الجدول هذا. طيب خلينا نبدا باول الاسئله، وكل الاسئله هتشوفوها يعني نيو كويستشنز، انا حذفت الاسئله القديمه على اساس تشوفوها خلاص في المراجعه الموجوده بت 2022. pregnant female suffered from gestational diabetes and she is not controlled on diet. Which drug should be used to control her blood sugar? Metformin, insulin, glyburide or liraglutide? فهنا حيكون الجواب insulin، لأنه هنا عندنا استثناء. عارفين انتم في الجستيشنال دايبيز طبعا يو كان يوز متفورمين اتس نوت كونترا انديكيتد، لكن البريفيرد ون والجايد لاينز مع انه الانسولين هو الفيرست لاين اف لايف ستايل موديفيكيشن از نوت سفيشنت تو كنترول بلاد شوجر. خلاص دائما لو شفت كل مرضى الجستيشنال دايبيتس يكونوا على انسولين، فلازم تكونوا عارفين ده الشيء. الاورال ميديكيشن هاز نو رول، وخاصه في الام سي كيوز دائما اختاروا انسولين اذا جاوبوا لكم كيس جستيشنال دايبيتس. لو initially diet طبعا و lifestyle modification هنا ما حطالب في الـ A1C، هنا دائما نبدأ بالـ first option اللي هو الـ diet والـ exercise والـ lifestyle modification و it can control the blood sugar، بس إذا ما نفعت وقتها نختار insulin. طيب female diagnosed with type 2 diabetes started on diet and exercise. Now her A1C is 7.2. What is the best next step? Start metformin. Keep her on low carb and fat diet, start sulfonylurea or start insulin. فأجين شايفين هذا سؤال جديد ما كان موجود السنة اللي فاتت، تقدروا تقارنوها بأسئلة السنة الماضية وبعضها لسه موجود عندكم في التجميعات. It's the same thing، يعني دائما بتدور حوالين نفس النقاط اللي بشرحها وركز عليها دائما موضوع الـ according للـ A1C ايش حتسوي. فهنا it's 7.2
وشي فيلد الدايت اند اكسرسايز، فهنا تبدا اللي هو نسميه ميتفورمين مونوثيرابي فيلير، فتبدا الميتفورمين. الفكره هنا انه مور ذان 7، لو جابوا الكيس اللي كنت اشرحها السنه اللي فاتت ليس ذان 7، يمكن لسه موجود السؤال، ليس ذان 7 ما حنعمل اي تشينج، لكن هنا مور ذان 7 فيو هاف تو ستارت ميتفورمين از ا فيرست لاين ميديكيشن. طيب 30 years old female with a 12 year history of type 2 diabetes has maintained strict glycemic control and all her tests are normal. What is the next step in this patient management for secondary prevention of diabetic nephropathy? Random urine microalbuminuria level, repeat measurement of serum creatinine levels in 6 months, ACE inhibitor therapy, renal biopsy. فهنا ابغاكم تنتبهوا، امس واحنا بنذاكر في الكارد قلت لكم هايبرتنسيف بيشنت ودي ام وعنده دي ام نفروباثي ايش حنسوي؟ حنبدا اس انهبيتور ثيرابي. هذا السؤال الجديد ما كان موجود السنين اللي فاتت، في تغيير انه المريض لسه ما عنده ديابيتيك نفروباثي، نورمال لابس، نورمال كيدني فانكشن، فما ظهر اي شيء. فهنا الفيرست ستيب يو شود ستارت وذ سكرينينج، والسكرينينج البيست. السؤال اللي شوي قديم اول ما بديت اعطي كورس الاسمري كان في سؤال يقول لك ايش التست اللي تبغى تسويه تو سكرين، كان ديفرنت كويستشن، كان البريفيرد وان لو خيروكم، عشان كده بذكره لكم، لو قالوا لكم الالبومين تو كرياتينين ريشيو يكون هذا هو الجواب الصح. نحتاج 2 اوت اوف 3 ريدنجز اب نورمال من اللي هو الالبومين تو كرياتينين ريشيو to say this patient has early diabetic nephropathy وبروتينيوريا، وقتها لازم ابدا الاس انهبيتور. يعني هذه الخطوه الاولى، الخطوه اللي بعدها اس انهبيتور. طيب اذا ما كان في البوم كرياتينين ريشيو، الخيار الثاني المايكرو البومينوريا ليفل، اللي انك يو جاست راندوملي ميجر المايكرو البوم في اليورين او الالبوم بالليفل تكون الكات فيري لو. فهذا ما هو التست الأفضل، لكن من الخيارات الموجودة هو for sure correct answer. انتبهوا أنه مهم في السؤال ما يكون فيه already بروتينيوريا، إذا فيه بروتينيوريا هتختاروا S inhibitor therapy، لكن بالتست إن normal test وما عنده المريض أي شيء for secondary prevention we do screening with urine microalbuminuria level. طيب 65 years old male known to have DM and chronic kidney disease on metformin 1 gram BID and other oral hypoglycemic medication and now his creatinine clearance is less than 25 and his A1C is 8.5. What should be the next step? Discontinue metformin and start insulin, discontinue metformin and start sitagliptin, continue metformin add insulin or continue metformin and add liraglutide. فهذا شوية challenging question بس it's يعني ما هو صعب السؤال. لو رجعنا للنقاط اللي ذكرتها لكم في البداية، المريض هذا عنده الـ A1C 8.5، فاحنا قلنا إذا 8.5 or more خلاص هنا لازم أبدأ الانسولين. احنا for sure المريض متفورمين ما حضيف له لا سيتاغليبتين ولا ليراجلوتايد، هذا الشيء الأول خلاص. يعني المريض على متفورمين وما نفع، second medication قلنا يكون انسولين إذا الـ A1C 8.5 or more، وإذا less هنبدأ سلفوناليوري اللي هي أصلاً ما هي موجودة في الخيارات. الحاجة الثانية المريض اللي سهل السؤال زيادة أنه عنده كرياتينين كليرنس less than 25. If the creatinine clearance is less than 25, most of the oral medication should be stopped. ما تنفع، ما أقدر أستخدمها. في الاند ستيج رينال ديزيز we're very restricted. قليل الأدوية اللي أقدر أستخدمها، وما يعني أغلب الأدوية ما حتنفع لأنها cleared by the kidney. من ضمنها أهم شيء هنا المتفورمين، فهنا ترك أنتم حتكونوا محتارين في الاختبار بين A و C، لكن الجواب حيكون هنا to discontinue metformin لأنه creatinine clearance is less than 30. The patient is already taking metformin. دائما very common scenario، دائما من أيام الكلية بنشوفه مريض يأخذ metformin، متى أوقف المتفورمين في أي level أو at which stage of CKD؟ إذا وصل الكرياتين clearance less than 30، طيب متى ما ينفع أني أبدأه؟ إذا كان less than 45 في الكرياتين clearance اللي هي stage 3.
لكن إذا كان less than 30 توقفوا، إذا كان already the patient is taking the medication تبدأ insulin، وهذا اللي بيصير. لو شفتوا أي end stage in the disease diabetic patient حيكون هتلاقوهم على insulin لأنه oral medication ما حتنفع يعني فيهم. فهذا بالنسبة للنقطة. النقطة طيب 76 years old male patient known to have type 2 DM and metformin and glycolazide admitted to the hospital with sepsis. His RBS readings are between 200 to 300. Which of the following is the best management for his hyperglycemia during his hospitalization? Start regular insulin sliding scale, continue oral hypoglycemic medication, start basal bolus insulin regimen, or start twice daily insulin regimen. فهذا المريض الآن تايب 2 وياخذ اورال ميديكيشن على الميتفورمين وسلفونيلوريا اللي هو الجليكلازايد ودخل ادميتد الآن. ف what is the inpatient management of hyperglycemia خاصة المرضى اللي عندهم سيبسيز والسيك بيشنت we don't continue usually الاورال ميديكيشن يعني ميديكيشن زي الجليكلازايد هذا ريسك اوف هايبوغلايسيميا ان هوسبيتالايز بيشنت ميتفورمين والريسك اللاكتيك اسيدوزيس خاصه لو سيك بيشنت بري ديسبوز تو ذس. ففي هذه الحاله احنا نوقف الميديكيشن هذه ونبدا الانسولين. طيب السؤال هنا اي انسولين؟ فانا برضو اجين حكون محتار بين اي وسي وممكن حتى دي. ففي الهوسبيتالايز بيشنت من ستاديز دان ومعروف كده انه في الجايد لاينز البيست regimen is the basal bolus insulin regimen اللي هو basal insulin اللي هو مثلا الانسولين جلارجين مع البوليسز اللي هو short acting insulin يكون pre meals three times daily مع قبل كل ميل. فهذا يسموه basal bolus insulin regimen. هذا هو اللي نبدأه في مرضى التايب 1 diabetes. نفس الجواب هذا اللي جاب لك مريض تايب 1 دخل في دي كي اي ودوبه تشخص تايب 1 دايابيتس يقول لك ايش تبغى تبدا. تكلمنا عن التايب 2 مانجمنت الميتفورمين والحاجات هذه، هنا لا ابدا بيزل بولس انسولين ريجيمين. هذا هو الفيرست اوبشن هو البريفير. سلايدنج سكيل از نوت although it sometimes used as يعني way to control في الان بيشنت الهوسبيتالايز بيشنت، لكن البريفيرد از بيزل بولس انسولين. لازم يكون في بيزل في الموضوع. It will control the blood sugar خاصة إنه هذا المريض very high readings عنده بيحتاج البيزل بولس. طيب child with DKA and his lab shows potassium 2.5 started on ringer lactate and insulin. What complication you should observe? Cerebral edema, metabolic alkalosis, hypoglycemia or hypernatremia. فهذا again one of the new questions ما هو موجود في السنين اللي فاتت ومهم جدا انه هنا في two complications actually you're afraid of. يعني ممكن حتى الهايبرناتريميا يعني although ممكن يعني it's not common لكن ممكن المريض يدخل او هايبوكاليميا مع الانسولين، لكن كل هذه possible complication. لكن أكثر complication نكون خايفين منها بعد ما نبدأ الـ IV fluid والانسولين والدربد reduction in blood sugar is cerebral edema خاصة هنا البيدياتريك patient. يعني من أيام البيدياتريك أتذكر الـ complication الأكبر في الـ DKA management is cerebral edema أهم حتى من الهايبوغلايسيميا. الهايبوغلايسيميا you're watching the blood sugar وحتعطي المريض أصلا D5 once the blood sugar يوصل 250، لكن هنا الـ most dangerous complication خاصة في البيدياتريك cerebral edema. يعني حتى لو بحط لكم كلها possible complication of DKA therapy وهذه حاجات كثير أهمها دائما cerebral edema هي اللي هتكون الـ most important complication you should observe for it. طيب 6 years old female patient diagnosed with type 2 diabetes started on metformin 1 gram BID. After 3 months, her fasting blood sugar is normal. RBS is normal. A1C 6.9. Which of the following is the best next step? هذا هنا شايفين اللي كنت أقول لكم عليه. الـ A1C هنا is less than 7. والمريضة has good readings after 3 months. وبغض النظر عن readings, A1C is 6.9. So you need, no need to change anything in the management. لو كانت على lifestyle modification, هتخليها تكمل. لو كانت على metformin, هتخليها تكمل. أيا كانت المانجمنت you are within the target so you will continue with the same management.
فهنا الجواب حيكون no need to change. فزي ما شوف زي ما انتم شايفين يعني كل اسئله الديابيتس هذه، كل اسئله الديابيتس اللي يعني مرت علي في تجميعاتكم من بدايه 2023 يعني ما خرجوا عن اغلب النقاط هي نفسها اللي بيسالوا فيها. فخلينا نشوف بعد كده الثايرويد ديس اوردرز. طبعا في الثايرويد يو نيد تو نو الحاجات البيسك في الهايبر والهايبوثايرويدزم، how to diagnose and differentiate between the different causes of hyper and hypothyroidism. هذا رقم واحد. رقم اثنين المانجمنت والديتيلد مانجمنت according to different causes. فاحنا دائما نقول اهم حاجه يعني هذه كل سنه بشرحها وكل سنه بيجيبوا اسئله جديده فيها، كيف افرق بين مريض جاي يعني بثايروتوكسيكوزز اور هايبرثايرويدزم سكندري تو جريفز ديزيز ومريض لا جاي لي سبب ثاني عامل له الهايبرثايرويدزم. ففي الجريفز عندنا الثلاث حاجات اللي ابدا ما ننساها كلينيكالي، البروي ديفيوز جويتر وذ بروي اوفثالموباثي خاصه الاكس اوفثالمس والبريتيبيال مكسيديما. هذه الثلاث حاجات عاده اذا موجوده اقول هذا المريض عنده جريفز، والجريفز هو اللي سبب الهايبرثايرويدزم. اذا ما هي موجوده it doesn't mean انه ما هو graves is the reason، لانه مثلا الاوفثالموباثي only in 30% of patient موجود. فاذا ما هو موجود ما اقول المريض ما عنده graves، يمكن برضو يكون graves هو السبب، لكن اذا موجوده هذا معناته انه اكيد المريض عنده graves disease. بالاضافه في اللابس عندنا ال TSH receptor antibodies جدا مهمه، هذه معناته انه autoimmune disease اللي هو graves disease. النون جريفز اهم حاجه فيها السب اكيوت ثايرودايتس، كل سنه بركز على دي النقطه او اكثر موضوع جات فيه اسئله السب اكيوت ثايرودايتس اللي هي بيكون المريض عنده ريسنت ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن ويجي بعد كده ب تندر ثايرويد جلاند و جويتر وحيكون عنده ممكن حتى فيفر هاي اي اس ار. فهذه كلها فيتشرز اوف سب اكيوت ثايرودايتس. وطبعا يجي بهايبر ثايرويدزم الاميودارون it can cause طبعا في المالتي نوديولر جويتر وفي السوليتري نوديول، هذه كلها باي اكزامينيشن وباي اللي هو الراديو ايدين ابتيك تيست. فلاب يعني لاب وايز او لما نشوف اللابس لازم افرق بين البرايمري اللي هو يكون سبرس تي اس اتش وذ هاي تي 4 اند تي 3، سكندري اللي هو يكون هاي تي اس اتش كوزنج هاي تي 3 اند تي 4، والسب كلينيكال هايبرثايرويدزم يعني اللي هو بيكون لو تي اس اتش لكن تي 4 والتي 3 ستيل نورمال. وفاينالي السكي وثايرويد وهذه لها اشكال كثيره، لا تهمكم كثير اللابس في السكي وثايرويد لانها بتتغير تمام، لكن السيناريو اللي دائما يجي للسكي وثايرويد يقول لك المريض سك دخل عنده ستيبسز ودحين جايب لك الثايرويد فانكشن وحاجات فوق وحاجات تحت. اهم شيء انه التي اس اتش عاده يكون لو يعني نفس بكتشر الهايبر ثايروديزم. والتي 3 والتي 4 كان بي يعني التي 3 يوجوالي لو يكون، الريفرس تي 3 يكون هاي هو اهم واحد، التي 4 ممكن يكون لو اور هاي يعني لا تعتمدوا كثير عليه. اهم شيء انه التي اس اتش يكون لو والبيشنت از سيك هوسبيتالايزد بيشنت يكون، فحطوا هذا الشيء في بالكم. بعد كذا عندنا الثايرويد سنتيغرافي او اللي هو الايدين ابتيك تيست، إذا قال لي diffuse uptake هذا great disease جدا مهم ترى ويجيبوه كثير في الأسئلة، يقول لك show diffuse uptake حتى لو ما اداك other features تختار great disease. إذا قال لك multinodular or heterogeneous uptake هذا معناته multinodular goiter. وفاينالي إذا قال لك وإذا قال لكم إنه في نوديول يعني النوديولر uptake أو هذا معناته على طول toxic adenoma. إذا كان في low uptake thyrotoxicosis فهذا على طول فكروا في subacute thyroiditis أو إنه المريض is taking اللي هو الإكسترا thyroidal T4 تمام. فأهم وأكثر سيناريو يجي اللي هو subacute thyroiditis. أي inflammation في الثيرويد إيش اللي كمان ممكن يعمل low uptake؟ الثاني في الهايبوثيرويديزم الهاشيموتو thyroiditis. فالاثنين كلها لو تلاحظوا thyroiditis thyroiditis يعني في inflammation في الثايرويد gland، وفي subacute thyroiditis يكون في low uptake، وفي الهاشيموتو برضو يكون في low uptake انتبهوا. بس subacute يعمل hyper، الهاشيموتو بيعمل hypo، انتبهوا لدي النقطة. فهذا الراديويدين uptake test.
how to manage in great disease. دائما دائما نختار انتي ثايرويد ميديكيشن as a first step unless it's contraindicated او قال لك انه المريض يفضل الراديو اكتيف ايودين، وقتها نختاره. Otherwise we start with anti thyroid medication. متى ما ينفع ابدا اختار راديو اكتيف ايودين، ودائما كل سنه بقوله جدا مهمه، pregnancy او المرضى اللي يقول لك عندهم سيفير اوفثالموباثي، يعني عندهم اي مانيفيستيشن، عندهم سيفير اكسوفالماس واوفثالموبليجيا والحاجات هذه، ما ينفع استخدم راديو اكتيف ايودين حتى لو البيشنت يبغى وبريفير الراديو اكتيف ايودين. ما نفعت الانتي ثايرويد اروح على طول للسيرجري في دول المرضى. نفس الشيء في البريجننسي. فاحنا بعد الانتي ثايرويد ميديكيشن عاده نروح للراديو اكتيف ايودين، والسيرجري از نوت يعني زي ما تقولوا اوبشن، يعني بينعمل كثير في المرضى الا اللي هم قلت لكم الاثنين دول. فهذا بالنسبه للمني. طبعا ميثيمازول هو الفيرست لاين، اسمه الثاني كاربامازول، كلهم هي نفس الميديكيشن. البي تي يو زي ما انتم عارفين في البريجنسي بالتحديد في الفيرست تريمستر، بعد كده احط المريض ثاني على ميثيمازول. فهذه كده قفلنا المانجمنت اوف هايبر ثايرويدزم فور جريفز ديزيز. طيب الثايرويدايتس اجين كل سنه بشرحها، وجابوها برضه وجابوا عليها سؤال على المانجمنت هنا. فالثايرويدايتس اذا المريض عنده ثايرويدايتس ذا مانجمنت ود انسيد، اهم شيء انسيد هنا اندوميثاسين ايبوبروفين وات ايفر، ومع البيتا بلوكرز. والبيتا بلوكرز is to control symptoms، فلما يخيرك بينه وبين other medications زي الانتي ثايرويد ميديكيشن او الانسيد تختارها، ما تختارها just to control symptoms it will not resolve anything، بعكس الانسيد يعني في الثايرويدايتس will decrease inflammation تعالج المريض. نفس الشيء الانتي ثايرويد ميديكيشن في الجريبس. طيب في المالتي نوديولر توكسيك جويتر والسلوتري توكسيك ادينوما عاده يا راديو اكتيف ايودين او السيرجري على طول، خاصه لو في كومبريسيف سيمتومز هذه انديكيشن تو دو سيرجري، يعني جاي المريض بشورتنس اوف بريث وبديسفيجيا والحاجات هذه، وقتها لازم اعمل سيرجري. الانتي ثايرويد ميديكيشن هاز نو رول هير. نجي للهايبوثايرويديزم العكس، هاي تي اس اتش، وفي المقابل الجلاند تكون يعني ديسفانكشنال، وبالتالي ما في سكريشن اوف تي 3 تي 4. السكندري هايبوثايرويديزم كل حاجه بتكون لو، لو تي اس اتش، وبالتالي حيكون في لو تي 3 وتي 4. هذه بيسك وجدا مهمه، وعليها اسئله كثير بعضها ما ينقلوها لكم، ستريت فورورد كويستشن يجيبوها لك، يعني حاجات سهله بس بيتاكد انت عارف اتليست البيسك هاو تو ريد الثايرويد فانكشن تيست. السب كلينيكال هايبوثايرويديزم انه يكون المريض عنده هاي تي اس اتش لكن التي 4 والتي 3 تكون نورمال، هذا نسميه سب كلينيكال هايبوثايرويديزم، وهذا نعالج في حالتين جدا مهمه كل سنه برضو بقوله، لان عارف انهم يعني لما نجيبوا سب كلينيكال هايبوثايرويديزم يسالوا فيها متى عالج المريض اللي عنده سب كلينيكال هايبو، متى اعطيه ليفوثايروكسين اذا كانت هاي تي اس اتش هذا مور ذان 10، هذا الانديكيشن الاول. الانديكيشن الثاني اللي دائما بقوله لكم البريجننس، وهذه السنه جابوا لهم سؤال عليه، the patient is getting pregnant when she gets pregnant you have to treat sub clinical hypothyroidism، أو طبعا إذا المريض سيمتوماتيك هذا الثالث. فـ we start levothyroxine for the management و 6 weeks later you should repeat the thyroid function test to adjust the dose. هذه عليها أسئلة كثير بس كانت في السنين اللي فاتت، فتقدروا ترجعوا لها of course السنة اللي فاتت على اللي هي management of hypo، أنه متى أعيد الثيرويد function ومتى أزود levothyroxine ومتى أخليه زي ما هو. في subclinical شوفوا موجودة هنا هي الثلاثة indication دي، فجابوا عليها سؤال برضو هذا السنة جديد، patient with symptom TSH greater than 10 pregnancy. طيب خلينا نبدأ نشوف الأسئلة. patient present with excessive sleepiness called intolerance and weight gain, labs shows high TSH low T4 and T3 is normal, thyroid peroxidase antibodies and anti-thyroglobulin antibodies are positive, والراديو iodine uptake is low, what is the most likely diagnosis. هذا المريض كده بيكتشر هايبوثايروديزم، هذا رقم واحد، ومعناته ما هو جريفز ولا سب اكيوت ثايرويدايتس ولا سكيوت ثايرويد، على طول هنا الجواب جست باي سيمبتومز هاشيموتو. كمان عنده هاي تي اس اتش ولو تي 4، وان كانت تي 3 نورمال ات كان هابن عادي. الثايرويد بيروكسيديز انتي بوديز هذه هي الموست امبورتنت سبيسيفيك للهاشيموتو ثايرويدايتس. الانتي ثايروجلوبلين انتي بوديز هذه ممكن تيجي في الجريفز وممكن تيجي كمان في الهاشيموتو، فدزنت ماتر اذا كانت بوزيتيف.
فأول حاجة اللي بعدها كمان الراديو ايدين ابتيك فلو، هذا ممكن في الهاشيموتو في السب اكيوت ثايرويدايتس، لكن هنا عشان بيكتشر اوف هايبو مع تي بي او بوزيتيف هذه على طول هاشيموتو ثايرويدايتس. طيب 85 years old male who has Hashimoto thyroiditis was treated with thyroxin and now he present with hoarse voice for 1 month and 10 kg loss during the last 4 months with unilateral swelling of the thyroid gland. Ahead, the neck surgeon confirmed that he has right recurrent laryngeal nerve palsy. What is the diagnosis? طيب فهنا عندنا patient كان عنده Hashimoto thyroiditis so now he developed constitutional symptoms goiter. ويقول لك what is the most likely diagnosis. طبعا ما هو thyroglossalcyst presenting in 85 years old male. Single thyroid nodule will not cause these manifestations constitutional symptoms or invasion. واضح انه هنا المريض عنده invasive tumor وهنا حيكون الجواب anaplastic thyroid cancer. اذا خيروكم بهذا الشكل حتختاروا anaplastic thyroid carcinoma. طبعا لو في lymphatic ثايرويد كانسر هذا هو او الليمفوما هذه هي الموست اسوشيتد وذ هاشيموتو ثايرويدايتس بس ما هي موجوده والمريض هنا ما عنده ليمفادينوباثي لا جاي بي انا يعني بيكتشر اوف انفيجن فالانفيزف تيومر اللي ممكن يكون غالبا بريزنت في ذيس بيكتشر الانابلاستيك ثايرويد كانسر فهنا حيكون هو الجواب الصح. طيب asymptomatic woman ask about the management of hypothyroidism during the pregnancy. The patient is not pregnant but wishes to become pregnant soon. She had a history of hypothyroidism for several years and has been on a stable dose of levothyroxine. Her TSH was checked 3 months ago and it was 2. يعني it's controlled. احنا عندنا التارجت يعني خلينا نقول اذا كان tight target less than 4 وهو النورمال يعني up to 5 فهذه كنترول للليفوثيروكسين which of the following is the most appropriate recommendation for this patient. Increase the levothyroxine when the patient becomes pregnant. Continue current levothyroxine dose through pregnancy. Decrease levothyroxine when the patient becomes pregnant or increase the levothyroxine dose prior to pregnancy. فاحنا النقطة المهمة انه اي مريضة hypothyroidism حتى لو كانت controlled once she become pregnant you have to increase the dose of levothyroxine to control the disease or basically to accommodate her increased requirement احتياجها حيزيد وبالتالي لازم نزود الدوز by how much 30% يكون نسبة الانكريز في الدوز فهم عادة بيزودوها 50 مايكروغرام يعني لو كانت المريضة على 50 مايكروغرام يخلوها 75 لو على 75 يخلوها 100 ف it's about 25 to 30% increase in the dose. الحاجة المهمة هنا انه once she become pregnant you have to increase the levothyroxine dose حتى لو كانت controlled لازم فهنا حيكون هذا هو الجواب. طيب 35 years old male patient underwent ultrasound neck and accidentally discovered nodule in the right thyroid loop. Thyroid function shows low TSH, high T4. What is the proper next step? طيب عملنا thyroid function. فهنا أبغى الابروتش كده كامل بهذا الكويستشن. حطيت السؤال هذا طبعا برضو واحد من الأسئلة الجديدة ما هو موجود السنة اللي فاتت بس مهم تعرف الابروتش كامل لانه لو رجعت الكورس السنه اللي فاتت في اسئله مختلفه شويه again on thyroid nodule. اذا المريض كان عنده thyroid nodule discovered كده accidentally with ultrasound او presenting with goiter الابروتش should be اول حاجه نسويها thyroid function test هذا رقم واحد وهذا كان جواب السؤال اللي معروض السنه اللي فاتت. ممكن انه لسه مكرر ذي السنه انا ما عدى علي بس برضو الافضل زي ما قلت لكم تشوفوا محاضره السنه الماضيه. ف هنا عملوا عنده لو تي اس اتش وهاي تي 4 هذا معناته انه بيكتشر اوف هايبر ثايرويدزم. اذا المريض عنده بيكتشر اوف هايبر ثايرويدزم النكست ستيب شود بي راديو اكتيف ايدين سكان وفي كل الحالات هو حنحتاج النكست ستيب هنا ايبر واي حتكون راديو اكتيف ايدين سكان عشان نعرف هذه هوت نوديول اور كولد نوديول. طبعا هنا اوريدي من الثايرويد فانكشن نعرف انها هوت ونعرف انه عنده هايبر ثايرويدزم فنحتاج نعرف ايش الكوز هل هو ديفيوز ابتيك وحيكون جريفز هل عنده
ديكريز ابتيك وعنده سب اكيو ثايرويدايتس. فهي هذه الفكره اللي لازم تفهموها. النكست ستيب دائما في الثايرويد نوديول افتر ثايرويد فانكشن تيست ان نعمل راديو اكتيف ايدين سكان وبعده الترا ساوند. بس هذا اوريدي عمل الترا ساوند فور اذر ريزن واكسيدنتلي ديسكفر ذا نوديول. فالنكست ستيب شود بي اف ان اي unless it's hot nodule we don't FNA أو نعمل aspiration من hot nodule ما تحتاج لأنها غالبا أو risk of malignancy is very low. لكن لو كانت cold or euthyroid status في هذه الحالة هيحتاج النكست ستيب بعدها FNA. إذا أنا أبدأ دائما thyroid function test بعده radioactive iodine scan بعده طبعا المريض already عمل ultrasound neck. فالنكست ستيب should be FNA if it's cold or كانت اللي هو الهوموجينس ابتيك عادي يعني المريض ما عنده او كان يو ثايرويد ستاتس يعني نورمال ثايرويد فانكشن لكن عنده نوديول لا زال في ريسك اوف كانسر. فهنا بعدها تكون النكست ستيب اف ان اي. طيب 20 years old woman comes following a miscarriage. She had a previous first trimester miscarriage 9 months ago. The patient's mother has hypothyroidism. Examination shows a symmetrically enlarged non-tender firm thyroid gland. Her TSH level is 7.2, يعني it's high, while free T4 is normal. Which of the following autoantibodies is most likely associated with this patient's medical condition? فهنا anti-thyroid peroxidase antibodies, anti-mitochondrial antibody, TSH receptor blocking antibodies, or anti-cardiolipin antibodies. فهنا المريض بغض النظر عن history المسكريج طبعا it can happen with hypothyroidism لأنه بيعمل irregularity في المنسترال سايكل it can complicate pregnancy. فهذا يعني عندها family history of hypo وجاية picture كده of Hashimoto thyroiditis اللي هي non-tender firm symmetrically enlarged thyroid gland. وهنا يعتبر subclinical hypothyroidism بس ممكن تكون في الطريق يعني داخلة لسه بعد شوية حيبدأ T4 ينزل وتصير المريضة عندها فرانك هايبوثايرويدزم. فهنا طبعا حيكون جواب الـ TBO اللي أنتي ثايرويد بيركسوديز أنتيبوديز. وعارفين أنتم ما يحتاج أقول لكم قديش عندنا في الميديسن يحبوا الأنتيبوديز والسوشيال يعني في الروماتولوجي أنتم عارفين الأنتيبوديز والأوتو إيميون ديزيز اللي معاها. في الجاسترو حنتكلم برضو عن الأوتو أنتيبوديز اللي موجودة. فهنا عندنا في الثايرويد برضو بيسألوا فيها فمهم تكونوا عارفينهم. طبعا الـ TSH receptor blocking antibodies هذه اللي هي تكون في الـ Grave disease ممكن تيجي هنا في الهاشيموتو لكن الـ most common associated with هاشيموتو الـ anti-thyroid peroxidase. طيب 23 years old female present with 2 weeks history of anterior neck pain radiating to her ears, anterior neck swelling and new dysphagia. She thinks her symptoms began with a cold she had about 2 weeks ago prior to the visit. She also has loose stool and anxiety, mild weakness, and in physical examination, she's tachypneic and has tender enlargement of her anterior neck and tremors. Which of the following is the most likely diagnosis? Subacute thyroiditis, oesophageal cancer, Zinker's diverticulum, or Hashimoto thyroiditis. فهنا, it's again, easy question, typical picture. يعني هذا لو صعبه لك وقال لك Graves' disease. مالتي نوديولار جويتر برضو حتختاروا سب اكيوت ثايرويدايتس. اتس ا تيبيكال بيكتشر جايه اعراض هايبر ثايرويدزم مع اللي هي الريسنت ابر ريسبيرتوري تراك انفكشن ونيك بين وتندر ثايرويد انلارجمنت. فهذه على طول سب اكيوت ثايرويدايتس. فيميل بيشنت وذ هايبوثايرويدزم بريزنت فور هير فيرست انتينيتال فيزيت هاو شود يو مانج هير. Again, we just talk about this. شايفين سؤالين كلها على نفس النقطة. كلها أسئلة جديدة دي السنة. فهذا الجواب هنا الجواب حيكون to increase levothyroxine. جاية في أول visit وهي hypothyroidism وبتاخد levothyroxine. You should increase her levothyroxine بدون ما تطالع في TSH function. أصلاً تحت على طول أو في thyroid function حتى you will increase the dose. Patient present with mild symptoms of hyperthyroidism and exophthalmos. On examination, she has right thyroid nodule and radioiodine uptake scan shows diffuse goiter and right thyroid nodule. What is the best treatment? Reassurance near total thyroidectomy, hemithyroidectomy, or levothyroxine.
يعني زي ما انتم شايفين بعض الاحيان نقل الاسئله وخاصه الاجابات ما يكون اكيوريت، فانت لازم تكون عارف كل الاحتمالات اذا تبغى تحل كويس في الاختبار. المريض هذا عنده هايبرثايرويديزم وبكتشر تيبيكال بالراديويدين ابتيك ديفيوز جويتر، وبالاكزامينيشن عنده رايت ثايرويد نيديول، لكن بالديفيوز جويتر هذه ماشيه، والاكسوفثالمس قلنا ماشيه مع جريفز ديزيز. في الجريفز الفيرست ستيب شود بي انتي ثايرويد ميديكيشن، للاسف ما هم حاطينها. ممكن احنا عارفين انه ممكن نقل السؤال بواحده من الاجابات هذه غلط، كانت ميثيمازول او كاربامازول، وقتها حيكون هو الجواب الصح، لكن هنا ما كان موجود، كانت موجوده هذه الخيارات. طبعا ليفوثيروكسين از رونج، المريض عنده هايبر ثايرويديزم، ري اشورنس برضه غلط، يا يعني حامل نير توتال ثايرويدكتومي او هيمو ثايرويدكتومي، وفي هذه الحاله حنعمل نير توتال ثايرويدكتومي اللي هي البروسيجر اوف تشويس في المرضى اللي عندهم هايبر ثايرويديزم، حنعمل لهم نير توتال ثايرويدكتومي. فهنا المانجمنت الوحيد اللي موجوده للهايبر ثايرويديزم نير توتال ثايرويدكتومي. لو في راديو اكتيف ايودين، الراديو الراديو اكتيف ايودين او اللي هي انتي ثايرويد ميديكيشن حتكون هي الاجابه الاصح، بس ما كانت موجوده فنضطر اننا وي جو فور سيرجري، بس احنا عارفين الديتيلد مانجمنت اوف جريف ديزيز. حتى لو في رايت ثايرويد ديول ات ويل نوت تشينج يعني المانجمنت، هنا واضح المريض عنده هايبر ثايرويدزم. طيب بريجننت وذ هايبر ثايرويدزم ويتش اوف ذا فولوينج از كونترا انديكيتد، ميثيمازول توتال ثايرويدكتومي راديو اكتيف ايودين او بي تي يو. فزي ما قلت لكم في البداية وقلنا كونترا انديكيتد تو جيف اللي هو الراديو اكتيف ايودين في البريجنسي، تمام. كل الحاجات الثانية يو كان دو ات. السؤال هذا كده زيه كان، بس يقول لك ايش البريفيرد فيها، فتبدا الفيرست تريمستر بي تي يو وبعد كده يسويتش تو ميثيمازول. لكن if anti-thyroid medication fails to control her symptoms with thyroid function, total thyroidectomy or near total thyroidectomy is the correct answer. فهذه كده المانجمنت of thyroid disease during pregnancy. Female present with high TSH and normal T4. She has hypothyroid symptoms and she's planning to get pregnant. She doesn't take thyroxine. What would be the best management? Start thyroxine immediately, start thyroxine when she gets pregnant, regular follow-up or start thyroxine after pregnancy. فهذه المريضة again تلاحظوا أسئلة كثيرة في thyroid disease يعني related للpregnancy. يعني ما تغير نفس الكلام اللي قلناه already، كلها نقاط مذكورة موجودة يعني دائما في المحاضرات اللي بشرحها، لأنه يعني لازم لما تعرف المانجمنت بالذات في الثايرويد ديزيز تعرف المانجمنت during pregnancy whether hyper or hypothyroidism. فهذه عندها hypothyroid symptoms رقم واحد، رقم اثنين she's planning to get pregnant وعندها الآن subclinical hypothyroidism، فهذه 2 out of 3 indication to start thyroxine we have to start immediately because she has hypothyroid symptoms. خلاص فما حتستني لين تصير pregnant، لا you have to start it to optimize a TSH level before pregnancy. فهذا subclinical hypothyroidism قلنا الindication. indication ثاني لو TSH more than 10، هنا أيا كان المريض لازم نبدأه levothyroxine. tender neck mass after upper respiratory tract infection and labs shows high ESR and hyperthyroidism. what is the best management? steroids, methimazole, NSAIDs or BTU. again تكلمنا عن هذه النقطة، قلنا إنه إذا المريض عنده subacute thyroiditis the answer should be NSAID. حتى لو حطوا البيتا بلوكرز yes، حتى لو كان في بروبرانولول في الخيارات حنختار ال NSAID. طيب زي ما انتم شايفين اغلب الاندوكراين questions كانت thyroid disease. 29 years old female presented with history of palpitation, weight loss, irritability. Her TSH is low with high T4. thyrotropin receptor antibodies came back positive. What is the most appropriate management? فهذا اللي كنا نقوله، قلنا إذا أنت إذا المريض جايب Graves disease picture يعني already كيف عرفت بالantibodies اللي موجودة عنده، ففي هذه الحالة the first line should be methimazole. هذا السؤال موجود في كورس، ممكن الوحيد هذا من أسئلة الثايرويد اللي موجودة السنة اللي فاتت،
وعرضته هذه السنة لأنه تكرر كثير في تجميعاتكم. بس برضو مو معناته الأسئلة اللي ما هي موجودة وانحذفت ما هي مهمة وما هي متكررة هذه السنة، يعني مهم إنكم تشوفوا محاضرة السنة الماضية. طيب نيجي للبيتويتري ديس اوردرز. طبعا هنا ما في اسئله، يمكن سؤال او سؤالين جديده بس في هذا، بس again it's always about the same approach. مريضه تيجي بجالاكسوريا or high prolactin or hyperprolactinemia و how do you want to approach this patient. فالفيرست ستيب اذا كان موجود في الخيارات اني اسوي بريجننسي تيست، وهذا موجود عليه سؤال بالسمنيه، موجود whether in this course او كورس السنه الماضيه، هو موجود في التجميعات. initial step initial investigation اللي should do pregnancy test. ما هو موجود في الخيارات هنختار برولاكتين or TSH if the patient has hypothyroid symptoms. يعني إذا المريضة عندها hypothyroid symptoms هنختار TSH قبل ما نختار البرولاكتين أصلا. إذا ما عندها hypothyroid symptoms لا عادي نختار البرولاكتين. ليش؟ لأنه low TSH معليش الهاي TSH في الهايبوثايرويدزم بيزود البرولاكتين، يعني لما يزيد التي اس اتش بيزود مع البرولاكتين، فيقوم يعمل سكندري جالاكتوريا وسكندري هايبر برولاكتينيميا. نكست ستيب بعد اللابس نعمل برين ام ار اي اذا كان موجود في الخيارات، واخر حاجه يو ستارت ميديكال تريتمنت ويذ كيبرغولين اور برومكريبتين اللي هي دوبامين اجونست. لازم تكونوا عارفين انه هذه الميديكيشن دوبامين اجونست و it will control اللي هو secretion of prolactin. هذا كذا الابروتش. غالبا اسئله البيتويتري جلاند تكون على موضوع هذا. فهذا السؤال الجديد للسنه. 29 years old woman who cannot get pregnant has been menstruating every other month and she has milky discharge from the nipples. Prolactin level is 334 and plain MRI shows pituitary adenoma 0.5 centimeter. What therapeutic options is most appropriate for this patient? كل الأسئلة كانت أول في الستبس اللي في البداية، هنا جابوا سؤال جديد على آخر ستيب. خلاص هذه تشخصت. Next step should be trial of dopamine agonist. مشكلتها كلها هنا الهايبربرولاكتينيميا، لا هي عملت لها infertility وعملت لها كمان للجالاكتورية وال الهايبرولاكتين، فبالتالي حنعمل او حنبدا تريتمنت with دوبامين agonist. طيب هذا برضو one of the new questions. 24 years old female presented with history of amenorrhea for 3 months with hyperprolactin. What is the best next step? Pelvic ultrasound, random cortisol, brain MRI or follow up after 1 month. فهنا already جايه هي بجالاكتوريا، ما ذكر البريجنسي ستاتس ولا هو موجود في الخيارات. Already the prolactin is high. What's your next step? You should do brain MRI to check. Is it macro or micro? Adenoma عادة هي micro حتكون. بالتالي بعدها تقدر تبدأ management وتعيد الـ MRI later to check for the response والـ for يعني الـ follow-up. طيب. 47 years old female came with fatigue for 2 months with weight gain. She also complained of amenorrhea for 6 months, bilateral or milky breast discharge. What is the most appropriate next step? TSH, serum prolactin, mammogram or pituitary MRI. فهذه عندها again symptoms of hypothyroidism وسبب لها hyperprolactin وسبب لها كمان galactorrhea. فاحنا عارفين ان البرولاكتين از هاي، لكن الفيرست ستيب لما يخيروكم في سؤال زي هذا اتس ا بيت ديفيكولت، والمفروض انه ما تيجي اسئله زي كذا، لكن لما يخيروكم بهذا الشكل حتختاروا تي اس اتش. وهذا متكرر كثير دي السنه، مع انه موجود في كورس السنه اللي فاتت لكن متكرر بشكل كبير دي السنه، فلازم تكونوا عارفين هنا. واللي ما هو فاهم الفكره وما شاف محاضره السنه الماضيه يفهم انه هاي تي اس اتش ويل كوز هايبرولاكتين. فاحنا ان ريال لايف حنطلبها الاثنين، لكن هنا لما يخيرك يبغى يشوف انت فاهم هذه النقطه ولا على طول حتختار برولاكتين، ومن انت عارف المريضه عندها هايبوثايرويديزم وانت ما شيكت على تي اس اتش. طيب نيجي لآخر حاجة الأدرينال ديسوردرز. طيب فبالنسبة للأدرينال ديسوردرز دائما التركيز يكون على الديجنوزز and how to know what is the underlying cause of اللي هي whether it's hyperactive adrenal gland or hypoactive.
فهنا عندنا في الكوشنج سيندروم 3 confirmatory initial investigation نطلبها، هي initial وهي confirmatory test. في 24 hour urine free cortisol، في low dose dexamethasone suppression test اللي هو نفسه overnight dexamethasone suppression test، وفي السليفري late night salivary cortisol. فأي واحد من هذه يكون abnormal، وعادة اللي بيصير in real life يستخدموا 2 out of 3 of this investigation عشان اقول انه المريض عنده كوشن، هي كونفيرمد كوشن. خلاص لما يجيب لك واتس يور انيشال ستيب اور هاو ود يو كونفيرم، دائما يجيبوا بيكتشر تيبيكال اوف كوشن ويقول لك هاو ود يو كونفيرم ذا دايجنوزس. فعلى طول المفروض انكم تختار واحد من هذه الثلاثه حسب الموجود، عمرهم ما حيخيروكم بين واحد من هذه الثلاثه لانها كلها صح. فنكست ستيب يو كونفيرم المريض عنده كوشن سيندروم، وهي اللي عملت له البربل سترايا والاوبيسيتي والهايبرتنشن والجلوكوز انتوليرانس والحاجات دي كلها. فيور نيكست ستيب شود بي تو ميجر بلازما اي سي تي اتش. في مريض عنده مشكله في الادرينال جلاند، يعني الادرينال جلاند از نوت سيكريتنج كورتيزول، الاي سي تي اتش حيكون فيري هاي لانه البيتويتري ما فيها مشكله، وهذه نسميها نيجاتيف فيدباك أو positive feedback. في هذه الحالة تكون to stimulate the gland to secrete اللي هو الكورتيزول. If it's less than 1.1 you do adrenal imaging with CT adrenal CT. But very common scenario، وأغلب أسئلة الهيئة تكون بدا الشكل، يجيب لك low ACTH ويقول لك what's your next step، فهتعمل adrenal imaging with CT. المرضى اللي يكون عندهم هاي اي سي تي اتش فمعناته انه عندهم اكسجينس اي سي تي اتش سكريشن، او في قصدي اكسسيف اي سي تي اتش سكريشن. ات كان بي اكسجينس سكريشن او اكتوبيك اي سي تي اتش، وهذا عاده في المالجنسي. سو نيكست ستيب شود بي ايميجنج لللنجز تو تشيك فور سمول سيل لنج كانسر، او انه يكون المريض عنده بتويتري ديزيز او كوشنج ديزيز، وبالتالي هتعمل ام ار اي بتويتري اللي حيساعدك في النكست ستيب هذه، ويتش ايميجنج هتعمل هو الهاي دوز ديكسامثاسون سبريشن تيست. فالمرضى اللي ده جاب لك بيكتشر اوف هاي اس تي اتش وكان بوزيتيف في الانفستيجيشن دي اللي في البدايه، وبعد كده كان المريض عنده هاي اس تي اتش، يور نكست ستيب شود بي هاي دوز ديكسامثاسون سبريشن تيست. اف ذير از مور ذان 50% سبريشن اوف سيرم كورتيزول فروم بيز لاين افتر جيفينج هاي دوز ديكسا، معناته انه you are able to suppress the cortisol level لما تعطي high dose dexa، وهذا معناته انه المشكلة في البيتويتري جلاند حاجة you can't control it، عشان كده قدرت تعمل suppression. لكن المالجنسي you cannot control it، مهما أعطيت dexa methasone high dose you will not control malignancy لأنه خارج الفيدباك اللي موجود عندنا بيتويتري أدرينال، فهذه you can't control it. إذا أعطيت high dose يصير في negative feedback وتوقف بتويتر جلاند لو المشكله فيها، فيصير في سبريشن. لكن في المالجنسي السورس از اكتوبيك، مكان خارجي وجالس يعمل سكريشن، ولو تعطي دكساميثاسون ما حيروح للمكان هذا ويعمل سبريشن. هي هذه الفكره. فالاسئله يعني دونت وري اللي ما فهم هذه النقطه بشكل واضح، عاده ما توصل لدي النقطه، عاده الاغلب الاسئله توصل الى حد انه يا ادرينال ايميجنج او انك حتختار هاي دوز اكوردنج للاي سي تي اتش ليفل. طيب في الادرينال انسفيشنسي نعمل راندوم بلازما كورتيزول ليفل از انيشال تيست، ات ويل بي لو ان بيشنت وذ ادرينال انسفيشنسي ات كان كونفيرم ذا دايجنوزس. لكن في بعض المرضى اللي عندهم لو نورمال ليفل، يعني لو في اللور نورمال يعني رينج، حيكون الجواب حيكون الجواب اللي هو ساينكتين تيست short ACTH stimulation test، هذا ال confirmatory test 100% it will confirm the diagnosis. ال ACTH level حيساعدك انه حيكون low في secondary وhigh في Addison disease أو اللي هو primary. فهذا بالنسبة للأدرينال insufficiency. خلينا نشوف الأسئلة، برضو في كم سؤال جديد دي السنة في الأدرينال disease. 30 years old woman present with muscle weakness and weight gain for 3 months. Initially, her face was getting fat, and most recently, she has gained additional weight in the truncal
region and seems to have difficulty concentrating, blood pressure is high, the physical examination is notable for a facial plethora, the presence of supraclavicular fat pads and truncal obesity with prominent vertebral stripe principally in the abdominal region. What is the best next step in management? CT of the abdomen, plasma ACTH measurement, MRI brain, or 24-hour urine collection for cortisol. فهذا السؤال detailed ما شاء الله اللي نقرأ السؤال حط كل الديتيلز اللي موجودة في الكوشنج ديزيز. Typical presentation. شايفين هذا السيمتومز دائما لما نجيبوها في اختبار ده الشكل وبدي البكتشر. على طول أول ما تشوفوا ده الشيء يعني بغض النظر عن المون فيس والحاجات هذه ممكن تساعدكم كثير بس اذا قال لك بيربل سترايب ليتورا هذه كلها كلمات تخليك تفكر ترنك الاوبيسيتي فكروا على طول في الكوشينج ويور فيرست ستيب شود بي ايذر اوفر نايت او لو دوز ديكساميثاسون سبريشن تيست او يورينري فري كورتيزول اللي هو هنا حيكون الجواب الصح او ليت نايت سليفري كورتيزول فهو ما يخيرك بينهم واحد منهم هنا هو النكست ستيب وإذا بوزيتيف هذا المريض عنده كوشينج ويستارت سيرشينج فور ذا اندرلاينج بروبلم اللي هي في الادرينال في البيتويتري ولا في ال... فبعدها النكست ستيب شود بي بلازما اي سي تي اتش ميجرمنت. طيب 55 years old man comes for follow up for hypertension. He was diagnosed with hypertension 3 months ago after an episode of transient vision loss in the right eye. Has occasional headaches and fatigue. His current medication include aspirin, lisinopril, hydrochlorothiazide. His blood pressure is high, 157 over 95. His BMI is 26. Cardiac examination shows a fourth heart sound and auscultation. هذا طبعا بسبب الهايبرتنشن. It will cause fourth S4. طيب. There are no bruises in the carotids or abdomen. And pulses are plus 2 in all extremities. Lab shows potassium 3.1. يعني عنده hypokalemia. وكرياتينين 0.9 بلازما رينين اكتيفيتي از undetectable. Which of the following best explain this patient laboratory findings? Primary hyperaldosteronism, thiazide side effect, unilateral renal artery stenosis or malignant hypertension. فهنا again it's a detailed question, very excellent. مريض عنده resistant hypertension وعنده على 3 طبعا medication او 2 medication يعني hydrochlorothiazide وlisinopril واهم حاجه هنا انه جايب لك هايبوكاليميا with resistant hypertension هذه خلاص دائما نقول ماشيه مع primary hyperaldosteronism. النقطه المهمه هنا كمان انه المريض اللي عنده هاي الدوستيرون او primary hyperaldosteronism هيكون عنده very low renin او plasma renin activity is undetectable. فلما يقول لك انه الالدوستيرون is high والرينين is low هذا المريض عنده هايبر الدوسترونيزم على طول تختاروه وانتم مغمضين. فانتبهوا لدي النقطة يعني هذه مرة مهمة انه هذا كذا تيبيكال لاب فايندينج في الهايبر الدوسترونيزم المريض يكون عنده undetectable بلازما رينين اكتيفيتي. ليه؟ لانه الالدوسترون يعمل سبريشن للرينين والرينين هو اللي ستيمولات السكريشن اوف الدوسترون اللي هو الراس سيستم رينين الدوسترون انجيوتنسين سيستم ورينين أنجيوتنسين أندوستيرون سيستم. طيب فهنا حيكون هذا الجواب. ليه ما هو رينال آرتري ستينوزيس؟ مرة حاجة مهمة انتبهوا لكل كلمة في السؤال قال لك no bruise in the abdomen. فكل الحاجات هذه بتساعدكم انك تستبعد و you roll out rule in certain diagnosis. الرينال آرتري ستينوزيس إذا ما خاب ظني يكون الرينين اكتيفيتي هاي لأنه في decrease في renal perfusion وبالتالي على طول حيصير في increase في renin as a response وبالتالي حيزيد الالدوستيرون as a response برضو. طيب 35 years old woman present to the ER in a critical condition. She has dark rash on her legs. Her vital signs are temperature 35, heart rate 110, blood pressure is 70 over 50, respiratory rate is 22. The patient is admitted to the ICU. Blood cultures are obtained and grow gram negative diplococci. The patient remains hypotensive. Which of the following is the most likely cause of this patient condition? Hyponatremia, decreased T3 uptake, pituitary infarction, or adrenal artery thrombosis. برضو هذا من الأسئلة اللي كثير بيشتكوا دوخهم شوي السؤال يعني challenging question يعني البكتشر هنا لو تلاحظوا البراديكارديا وال
مو البراديكارديا معليش، الهايبوثيرميا والهايبوتنشن النقطة الثانية اللي very important الجرام نيجاتيف ديبلوكوكاي. فهذه المريضة جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي والراش هذا الدارك راش اون هير ليجز اللي هو البربريك راش، هذه على طول نعرف انه عندها منينجوكوكال منينجايتس، تمام، او اللي هي النيسيريا منينجايتس. فانا متاكد السؤال يمكن فيه ديتيلز اكثر، يمكن المريضه عندها كمان منينجيال ساينز اور اني ثينج اور كونفيوجن، يعني حاجه كونسيستنت وذ منينجايتس. بس بغض النظر بما انه عندها جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي ان بلاد جايه بهذا البيكتشر، فاحنا نقول انه عندها نيسيريا منينجيتيدس. ف ون اوف ذا امبورتنت كومبليكيشن اوف نيسيريا، وتتذكر زمان في المايكروبيولوجي يعني اول مره قريت السؤال ما انتبهت له كده، بس لما تركز فيها وتتذكر وحتلاقوا انه واحده من الكومبليكيشن الادرينال ارتري ثرومبوزز او ادرينال جلاند انفاركشن برضو. فهذه كلها بتصير، هو بيصير في ادرينال انفاركشن وتس رير كومبليكيشن، لكن يعني نادر اسئله صراحه كده تجيبوا حاجات رير. بس انه هنا النقطه المهمه انه هذه المريضه عندها ادرينال انسفيشنسي، عشان كده عندها هايبوتنشن ونوت ريسبوندينج، يعني قال لك ريمينز هايبوتنسيف. انا متاكد انه في السيناريو قال لك انه اعطيناها فلويد وشي ستيل هايبوتنسيف ف وكريتيكال كونديشن. فهذه كده تيبيكال اوف ادرينال انسفيشنسي، فهذه ادرينال انسفيشنسي كيس كوزد باي ادرينال ارتري ثرومبوزز كوزد باي اللي هي النيسيريا منينجيتيدس انفكشن. ف يعني مهم تكونوا عارفين، بس يعني هذه بصراحه حاجه غير، بس يعني تكونوا عارفين الاجابه لان السؤال يعني شويه تشالنجينج. طيب طبعا الدارك كراش هنا المقصود فيه اللي هو البربري كراش اوف نسير، انتم لو متذكرين هذه ميزه مره مهمه حتى لما تذكروا البنينجايتس، اذا في البربري كراش هذا كونسيستنت انه الكوز هنا نسيريا نات نيموكوكس او other causes of meningitis. طيب 33 years old male known to have hypertension, amlodipine, hydrochlorothiazide, brindopril, came with high blood pressure readings at home, was asymptomatic, his labs are remarkable for low potassium. فخلاص هذا primary hyperaldosteronism, which of the brings the best next step, you measure the aldosterone-renin ratio. زي ما هو سوى في السؤال اللي فات وقال لك انه الرينين كان low والالدوسترون high، هنا انت يو هاف تو ميجر. طبعا الريشيو هنا حيكون هاي الدوسترون ود لو رينين، ف اتس فيري امبورتنت، يعني لازم تعرف الفيرست انفستيجيشن في كل واحد. في الفيوكروموسايتوما زي ما انتم عارفين يورينري كاتيكولامينز ميجرمنت اذا جابوا كيس كروموسايت، بس يعني ريسنتلي ما عاد في اسئله ممكن يكون ما نقلوها، بس يعني ون اوف ذا كومون ديزيز برضه الفيوكروموسايتوما اذا جات تكونوا عارفين هتختاروا يورين كاتيكولامينز ميجرمنت. طيب 55 years old male patient recently diagnosed with DM came with central weight gain of 12 kilograms over the last 2 months associated with fatigue and weakness. Patient also noticed development of multiple bruises recently. He has high blood pressure and he has high free urinary cortisol high morning 8 a.m. cortisol level after administration of 1 milligram dexa at 11. يعني هنا هذا positive low dose dexamethasone and positive urinary free cortisol. So شايفين عملوا two investigation وال ACTH is low، فهذا على طول next step على طول انتم adrenal CT زي ما قلنا ارجعوا للالجوريثم. اذا low ACTH معناته انه المشكله في الادرينال جلاند، اذا high ACTH ممكن اعمل CT chest وممكن brain MRI على حسب ال high dose dexamethasone suppression test. فهذه النقطه اللي لازم تكونوا دائما مركزين فيها، واغلب الاسئله زي ما انتم شايفين في الادرينال جلاند دور حوالين نفس النقاط اللي نتكلم عنها. طيب كده خلصنا ال اندوكراين ريفيو، هنبدا نيكست في الاي دي في الانفكشوس ديزيز. طبعا اسئله الانفكشوس ديزيز هي اقل اسئله يعني دائما في الميديسن خاصة في اختبار الهيئة ما تكون بالكم الكبير، يعني زي الكارديو
الجاسترو والاندوكراين والبلمو وهذه الحاجات، لكن برضو مهم جدا نراجع. يعني انا برضو اجين هذه السنه اكثر سنه فيها اسئله جديده تعدي علي، يعني الكورس استهلك وقت كثير جدا كله، لانه الاسئله يعني نيو كويستشن كثيره موجوده في تجميعاتكم هذه السنه من جانوري تقريبا الى جولاي. فحتشوفوا بعض الاسئله الجديده هنا في الاي دي. اضفت جزئيتين جديده في المايكروبيولوجي، مهم هنا حنتكلم عن الاورجانيزم، يعني بكذا سبيسيفيك كويستشن تسال عن الاورجانيزم. ف اتس ايزي كويستشن صراحه سهله، يعني ما اقول لك يحتاج تفتح كتاب مايكروبيولوجي وتراجع من ده، لا اتس ستريت فورورد كويستشن حتشوفوها. بس كلها تسال ايش الاورجانيزم، زي ما شفنا في الكارديو يسال البروستاتيك فالف، عامل البروستاتيك فالف في اول 3 ايام او 7 ايام ايش الاورجانيزم ستاف اوريس. فهنا برضو في اسئله عن المايكرو او المايكرو اورجانيزم. بعد كده في هنتكلم عن بعض الاسئله عن انتي بايوتكس، وات از ذا بيست انتي بايوتكس. فهذه طبعا تحتاج كورس كامل عشان نغطيها كامله، لكن انا حركز بس على الاسئله، ما حيكون في يعني شرح كثير في السلايد. بعد كده عندنا ستريبتوكوكس انفكشن، في كم نقطه مهمه لازم تعرفوها، لانه في اسئله كثيره، ممكن 4 اسئله جديده كلها هذه السنه ما كانت موجوده السنين اللي فاتت كلها على ستريبتوكوكس، فحطيتها في جزئيه الحال. بعد كده عندنا بروسيلوزيس، again في اسئله نفس اللي هي السنه اللي فاتت وفي اسئله لا جديده، وفاينلي برضو جزئيه جديده ضفتها التي بي. اسئله الملاريا والاتش اي في والدينجي موجوده في كورس السنه اللي فاتت، ما عدت علي في هذه السنه، بس برضو again الافضل انكم تراجعوها، لانه ممكن تكون موجوده ويعني ما نقلوها لكم السنه. فخلينا نبدا بالمايكروبيولوجي اول شيء. 26 years old female presents to ER with fever and rash. The patient said that her symptoms started about 6 hours ago. She woke up with headache and nausea throughout the morning, and then she developed vomiting and diarrhea. An hour before arrival, she noticed a diffuse erythematous rash. She is currently menstruating and uses tampons. Her blood pressure is low, and she's tachycardic. Respiratory rate is 18. What organism is most likely causing her symptoms? Klebsiella pneumoniae, Staph aureus, Neisseria meningitidis, or E. coli? فأجين هذا واحد من الأسئلة اللي كانت تشالنجينج وكثير ناس يعني واجهوا صعوبة فيها البرزنتيشن هذا. فهذا لو تتذكروا، وهنا الدياجنوزيس حاجة اسمها ستافيلوكوكال شوك سيندروم. ستافيلوكوكال شوك سيندروم. ف هنا حيكون الجواب ستاف اوريس. ايش الامبورتنت كلو؟ طبعا كل السيمتومز هذه بتيجي في ستافيلوكوكال شوك سيندروم، فيبر، راش، النوزيا، الفوميتنج، الدايريا، يعني سيستميك مانيفستيشن، وتكون فيري سيفير وديفيوز راش وهايبوتنشن وتكيكاردي، ويدخل المريض في شوك. فاسمها ستافيلوكوكال شوك سيندروم من اسمها، تدخل المريضه في شوك. اتس يانج بيشنت. ايش الريسك فاكتور هنا؟ ايش الكلو اللي خلاني اعرف هنا انه التشخيص اصلا ستافلوكوكال شوك سيندروم؟ التامبونز، لانه واحده من الريسك فاكتور اوف ستافلوكوكال شوك سيندروم. الريسك فاكتور الثاني اللي دائما افتكروها ابدا لا تنسوها، اللي هي المرضى اللي عندهم ابستاكسس ونعمل لهم باكينج، انتيريور او بوستيريور باكينج، وتتركه يومين ثلاثة. فهي نفس فكرة التامبونز، إذا تركت الشيء يعني جلس لفترة طويلة it can be colonized with staph aureus، ويعمل بعد كده necrosis و invasion و disinfection. فهي هذه two important risk factors و common scenarios تجي في MCQs، التامبونز أو اللي هي الباكينج في المرضى اللي عندهم epistaxis. فهنا حيكون الجواب staph aureus. Which bacterial infection is associated with intrauterine device in BID، اللي هي pelvic inflammatory disease؟ فاحنا دائما في pelvic inflammatory disease اللي هي usually طبعا infection في ال upper genital system of the females، فعادة chlamydia or gonorrhea، هذه هي الكومون اورجانيزم. عشان كده التريتمنت يكون with azithro or ceftriaxone to cover these organisms. لكن في الانترا يوتراين ديفايس هتلاقوها موجوده في ميدسكيب،
اكتينومايسيس. الاكتينومايسيس از ذا كوريكت. بو اجين هذا واحد من الاسئله اللي شويه ديفيكولت، يعني مهم تكونوا عارفين الاجابه. ما هي اسئله ترى كثير اللي زي كذا صعبه، يعني اغلب الاسئله لا ستريت فورورد ايزي كويستشنز، بس هم دائما لما ينقولوا لكم الاسئله يفتكروا اصعب شيء. فهنا الجواب حيكون اكتينومايسيس، لانه هي اللي اسوشيتد وذ انتراكتوران ديفايس تصير في كولونيزيشن. فهذه نورمال فلورا اصلا موجوده في الجينيتال تراكت، لكن ات كان يعني كوز انفكشن في اللي مركبين الانتراكتوران ديفايس. فيعني يصير في لها بروليفريشن وبعد كده تعمل وكولونيزيشن تعمل انفكشن. طيب patient presents with barking cough that is so severe causing cyanosis and the patient feels exhausted in between coughs with most intrusive vomiting. What is the most likely organism? Diphtheria, respiratory syncytial virus, Bordetella pertussis, or Moraxella catarrhalis. فهذا كده typical present whether it's pediatric or not. أنا أتوقع هنا الكيس هذه pediatric، ما ذكروا الايج أو بالضبط هذا. فا either way لازم تكونوا عارفين الاجابه انه مرضى البيرتسن الكوز حيكون البورتيدلا. والزايد هنا انه يجيب لك المريض عاده نوت فاكسينيتد كده بدايه الكيس، يقول لك يعني ده يبغى يصعبها او كان او معليش يبغى يسهلها لكم، يقول لك انه هيز نوت فاكسينيتد، فعلى طول تعرفوا هنا انه بورتيدلا بيرتسز والمريض عنده بيرتسز انفكشن. طيب طيب هذا يعني برضو واحد هذا من الأسئلة الصعبة صراحة، عشان كده أبغاكم تعرفوا إجابات هذا difficult question، لأنه احتمال كبير تجيكم في الاختبار وإذا ما عدت عليكم في التجميعات أو ما بحثتوا عنها كويس ما حتجاوبوها صح. 7 years old female present with fever, fatigue and loss of appetite, shortness of breath. She migrated from Syria 1 year ago. She has not yet received any childhood vaccination. She's febrile, hypertensive, tachycardic with cervical lymphadenopathy, grayish pharyngeal exudate. Grayish pharyngeal exudate. جدا مهم هذا. And the sample of exudate is obtained demonstrating pseudomembranous exudation with subsequent cultures demonstrating gram positive highly polymorphic organism. خلاص هذه ايش؟ ديفتيريا على طول. هذه ديفتيريا. و يعني برضو هنا أضاف لكم كمان إنه in addition she was diagnosed with myocarditis. Her condition is most likely the result of which of the following process? exotoxin induced intracellular protein ribosylation, enterotoxin induced damage, exotoxin induction induced inactivation of the 60S ribosomal subunit, or autoimmune mediated damage. طيب فهنا طبعا هذه ديفتيريا خلاص، او اللي هو الاورجانيزم. لو قال لك هنا وات از ذا موست لايكلي اورجانيزم، لو جاب لك السؤال حتختاروا كراينوبكتيريوم ديفتيريا خلاص. هذه هي الاورجانيزم كوزنج ذا انفكشن. فايش الباثوفسيولوجي؟ قليل جدا يعني، لا تخافوا جدا قليله اسئله الباثوفسيولوجي او اللي يسال في الباثوجينيسيس of the underlying infection. فهنا حيكون الجواب طبعا exotoxin induced intracellular protein ribosylation. ايه الجواب ليه؟ لانه اشهر حاجه والمشكله كلها اللي بتحصل في الدفتيريا انها تسكريت اللي هي ال exotoxin. فالاكزوتوكسين هذا يعمل intracellular يعني بيعمل inhibition ل اللي هو البروتين اللي اسمه إلونجين أو حاجة زي كده. فهذا التيبيكال برزنتيشن، وهنا حيكون يعني هذا الجواب طبعا.
طبعا النقطة هنا المهمة إنه المايوكاردايتس is one of the complication that can happen. طيب كده هذه أهم الأسئلة في المايكروبيولوجي. فهندخل بعد كده في جزئية الأنتيبيوتكس. أول سؤال عند patient presents with abdominal pain and watery diarrhea after eating from outside, Campylobacter test is positive. What is the best treatment? Azithromycin, ciprofloxacin, amoxicillin, or metronidazole? فهنا ستريت فورورد كويستشن، كامبيلوباكتر ايش علاجها؟ هتلاقوا موجود في اب تو ديت. طبعا كل هذه الاسئله وين كنت يعني حتى لو عارف الاجابه لازم دبل تشيك، فهتلاقوا في اب تو ديت انه ازيثروميسين از سوبيريور اور بريفيرد للسبرو، لان انا اتذكر الاثنين كلها ممكن انها تستخدم، لكن الازيثرو از بريفيرد والسكند لاين او السكند تشويس ممكن السبرو فلوكسسين. طيب 16 years old male with nausea and abdominal cramps followed by sudden greasy foul smelling diarrhea and weight loss for 7 days. When asked about his camping activities, he reports that his friend collected water from stream but did not boil or chemically treat the water before they drank it. What is the most appropriate treatment? Metronidazole, erythromycin, cephalexin, or vancomycin? فهذه جارديا infection. الجارديا لامبليا انفكشن كاركترستيك تكون في الايه في الووتر، اذا كانت الووتر نوت بولد اور كيميكالي تريتد يعني ترانسميتد ثرو ووتر انجستشن كونتامينيتد ووتر، فهذه جارديا علاجها طبعا بالمترونيدازول. فهنا حيكون الجواب الصح مترونيدازول. الكلوز المهمه في السؤال انه في جريسي فاول سميلينج دايريا weight loss، وهذا كده typical presentation في الجارديا خاصة in a young patient after ingestion of contaminated water. ف treatment of choice to metronidazole. طيب طبعا في برضو في الباراسيتيك مهمة الأميبا اللي هي الانتاميبا هيستوليتيكا، فهذه برضو حتلاقوا أسئلتها موجودة في كورس السنة الماضية. ما عدى علي شيء منها مكرر دي السنة، بس إنه برضو الأفضل زي ما قلت لكم ترجعوا لها عشان تكونوا تغطوا أكبر عدد من الأسئلة ومن الديزيز اللي ممكن يسألوكم عليها. Newly married woman has been on her honeymoon for 1 week and is now complaining of dysuria and frequency. What is the best treatment? Ampicillin, nitrofurantoin, ciprofloxacin or ceftriaxone. فهذه simply اللي هي بنسميها honeymoon cystitis. عادة في الهانيمون first month they're predisposed to develop cystitis. ف treatment of choice هنا حيكون النيتروفرنتون. و again ال UTI in details موجودة في الكورس السنة اللي فاتت اللي هي المانجمنت أو إيش الأنتيبيوتكس اللي ممكن إنها على حسب لو كانت بيلونيفرايتس خاصة in pregnancy، ولو كانت يعني لو كانت بيلونيفرايتس to require IV antibiotics with ceftriaxone. لكن لو كانت simple cystitis في البكتريم والنيتروفرنتوين كلها medication that can be used to والسيبروفلوكساسين برضو it's another option، لكن في الهانيمون cystitis in general one of the best choice نيتروفرنتوين usually for 3 days هيكون هو best treatment. Pregnant lady with no previous history of chicken pox and negative varicella antibodies, what is the next important step? Give varicella vaccine, give varicella zoster immunoglobulin, give prophylaxis or avoid exposure. أنا عادة أي أحد عنده exposure لل chicken pox, management should be to give immunoglobulin. لكن في البريجنسي هذه اوريدي بريجننت ما حنعطي لها اميونوجلوبولين خاصه انه ما في اكسبوجر، ولا حنعطي الفاكسين الان بعد البريجنسي، فحيكون الجواب هنا تو افويد اكسبوجر. فهذا واحد من الاسئله برضه السهله وايزي ستريت فورورد، بس برضه مهم تكون عارفين جاوبته لانه يعني فيري فريكوينت كويستشن. طيب نيجي لاسئله الستريبتوكوكس. How to approach a patient with group A streptococcus infection. لازم هنا تفهموا دي النقاط لأنها مهمة، يعني أنا كنت أشرحها بس في كورسات البارت لأنه في الهيئة كانوا يسألوا في اختبار البارت، بس بعدين نزلت الأسئلة لاختبار الهيئة كمان صاروا في الاسم لي يجيبوا أسئلة على دي النقطة. ف
فالمريض اللي عنده جروب اي ستريبتوكوكس فارنجايتس، هاو تو ابروش ذا بيشنت، متى اقول اول حاجه انه فايرال، متى اقول لا لا فعلا هي جروب اي ستريبتوكوكس. فاحنا وين وي سسبكت فايروسز، ومتى نقول لا هي جروب اي ستريبتوكوكس. شوفوا هذه النقطه، because the clinical features of group A streptococcus pharyngitis broadly overlap with pharyngitis caused by viruses or other pathogens. Empiric treatment for group A streptococcus without microbiology confirmation is not recommended. احنا ما نعالج empirically اي مريض يجي بفارنجايتس على طول اعطيه amoxicillin اللي هو treatment of streptococcus pharyngitis. لا. The clinical feature should raise suspicion of group A streptococcus. المريض عنده sudden onset sore throat, fever, edema, or exudate. إذا قال لكم كلمة exudate, cervical lymphadenopathy or lymphadenitis. طبعاً إذا في scarlet skin rash هذا أكيد على طول، أو strawberry tongue هذه على طول scarlet fever، ونعرف إن group A streptococcus. جابوا لكم عليها برضو سؤال اللي هو sandpaper rash و history of group A streptococcus exposure. ف يعني هوم تو تيست، مين اللي عمل له تيستنج؟ انتبهوا هنا عندنا كرايتيريا عشان ما يحتاج تحفظوا الكلام ده كله. في كرايتيريا اسمها سنتر كرايتيريا. سنتر كرايتيريا اذا في 3 بوينتس اور مور نعمل تيستنج، وهقول لكم ايش التيستنج اللي نسويه. اذا ما في هذه فايرال والمريض يخرج على conservative management، ايش هي الثلاثه حاجات او الاربع حاجات؟ تنسلر اكزوديت، تندر انتيرير سيرفايكال ليمفادينوباثي، فيفر اور ابسنس اوف كاف، يعني المريض ما عنده كاف. اذا واحده او قصدي اذا ثلاثه من هذه موجوده، يعني بيشنت وذ سكور اوف 3 اور مور، اعمل له النكست ستيب اللي هي ايه؟ رابيد انتيجين تيستينج اسمه. السكند تشويس اللي كانوا يجيبوه لهم في اختبار البارت ثروت كلتشر، بس احنا ما نسوي ثروت كلتشر. First choice up to date هتلاقوا انه نعمل الرابيد انتيجين تيست. اذا كان موجود خيروكم زي السؤال اللي موجود في تجميعاتكم بين الثروت كلتشر وبين الرابيد انتيجين تيستنج، نختار الرابيد انتيجين تيستنج، بس بشرط يكون في 3 out of these. يعني قال لي المريض عنده فيفر، لمفادينوباثي، اكزوديت، هذه ثلاثه. اقل من ثلاثه اقول له فولو اب. No need for testing. No need for any other interview. يعني شوفوا هنا مثلا، خلينا نبدأ أول شيء بالـ easy question. Patient presents with tonsillitis, lymphadenopathy, erythematous tonsil with exudate. What is the most likely organism? فهنا شوفوا هذه نقطة مرة مهمة. جابوا lymphadenopathy وفي exudate erythematous tonsil. هذه كل الأشياء اللي ذكرتها لكم في الفيتشرز إذا موجودة على طول أختار group A streptococcus. أصبح أختار any of these viruses. شو بحط لكم 3 other viruses، لكن الجواب هنا strip A أو group A streptococcus infection عشان المريضة عندها lymphadenopathy وعشان عندها erythematous tonsil exudate. طيب خلينا دحين ناخذ ده السؤال بعدين نيجي للنقطة حقت السنتر كريتيريا. patient with subcutaneous nodule, knee pain and swelling, which of the following is needed to confirm the diagnosis? Elevated ESR, elevated CRP, blood culture or ASO titer. هذا السؤال ما أعطى details كثير، أنا متأكد السؤال مو زي كده بالاختبار، أكيد فيه details أكثر، بس اللي نقل السؤال بس قال لك subcutaneous nodule knee pain swelling اللي arthralgia وعنده nodules، أو معليش arthritis وعنده subcutaneous nodules، فهذه كلها major criteria and you need two major criteria في اللي هي rheumatic fever عشان أقول انه المريض عنده روماتيك فيفر. لكن احتاج كمان ايه supporting evidence of preceding upper guest group A streptococcus infection، وهذا يظهر بالـ ASO titer. فهنا الـ next step should be to confirm the diagnosis، اني اطلب الـ ASO titer antibodies واللي هو الـ anti-streptolysin O. فهذا حيقول لك انه المريض هذا عنده recent upper respiratory tract infection with group A streptococcus مع two major criteria. فمهم تراجع الكريتيريا تبع اللي هي جونز موديفايد جونز كريتيريا للروماتيك فيبر، وان اوف ذا نيو، ما هم ما يسالوا فيها عاده لان اصلا نادر حاليا، يعني مع جود تريتمنت اوف جروب اس ريبتوكوكس فارنجايتس، لكن برضو مهم تكونوا عارفين الـ يعني الكريتيريا جاست ان كيس. فهنا حيكون الجواب اي اس او تايتر. ايوه هذا السؤال اللي ابغاه. شوفوا هذا patient presenting with high grade fever, tender cervical lymphadenopathy, tonsillar exudate. هذه الثلاثه من الاربع كريتيريا اللي نبغاها.
في البارت لما الكورس اللي بشرحه الثاني كان في يقول لك نو كاف كذا، يحطوا لهم في السؤال نو كاف كله عشان يبغى السنتر كرايتيريا، لانه اذا وصلت لها اذا جبت 3 بوينتس خلاص اوريدي هذا المريض عنده 3 بوينتس، على طول اختار ايه؟ ما اختار سبورتيف مانجمنت لانه عنده 3 بوينتس، راح اختار رابيد انتيجين ديتكشن. شايفين في ناس كثير بيغلطوا يختاروا على طول اموكسيسيلين، يقول لك هذه واضح انها جروب اي ستريبتوكوكس، في اكزوديت ولمفيدرون، وي دونت تريت وداوت تيستينج. خلاص افتكروا تسوي التيست واذا بوزيتيف تعالج، عشان كذا ما ينفع انه روتينلي وجيف انتي بايوتيك للفارنجايتس لانه موستلي فايرال انفكشن. فهذا كذا الجايد لاينز او الابروتش، وعليه اسئله دائما كثير في هذا الموضوع، فمهم يعني تكونوا عارفين الابروتش. ثروت كلتشر از ليس يوزفول ذان الرابيد انتيجين، هو اللي مذكور في اب تو ديت صراحه. فاذا جابوا لكم انتيجين تست تختاروه، اذا ما في عادي تختاروا ثروت كلتشر، وهتلاقوا يعني موجود الابروتش كامل في اب تو ديت. طيب بيشنت بريزنتس وذ ساند بيبر راش followed by pharyngitis. What is the most likely diagnosis? Barb virus, Staph aureus, Streptococcus pyogenes, herpes simplex. It's easy question هنا. عنده pharyngitis وعنده sandpaper rash، فهذا characteristic of scarlet fever، وهنا يكون الجواب Streptococcus pyogenes. طبعا زي ما انتم عارفين هذه هي الorganism causing، هي المقصود فيها لما نقول group A Streptococcus، كثير ما يعرفوا انها هي نفسها Streptococcus pyogenes، هي نفسها هو الأورجانيزم، اسم الأورجانيزم Streptococcus pyogenes. طيب نيجي للبروسيلوزيس. طبعا في البروسيلوزيس انتوا عارفين ولازم دائما اراجع معاكم موضوع الدايجنوزيس از دان باي السيرم اجلوتينيشن تيست. يجيب لك بيكتشر تيبيكال وذ بروسيلوزيس، يقول لك وسير نيكست ستيب الانتي بادي تيستينج اللي هو السيرم اجلوتينيشن تيست سيرولوجي، بيكون هذا انيشيالي. You can confirm with blood culture or bone marrow biopsy specimen and culture, which is the gold standard. إذا طلب منكم the most accurate or gold standard. لكن to diagnose Brucella antibody titer اللي هو serum agglutination testing serology. فهذا it's more than enough. It's initial. It's actually enough for diagnosis. You treat with first line. هسه اللي موجود في أمبوس doxycycline rifampicin. في مصادر ثانيه حيقولوا لكم لا الفيرست لاين دوكسي وستريبتومايسين. المهم انه وي نيد تو اد جنتامايسين اف ذا بيشنت هاز ارثرايتس او اللي هي الساينوفايتس. في هذه الحاله لازم نضيف 7 دايز جنتامايسين مع الدوكسيسايكلين والريفامبيسين. فور هاو لونج وي ويل تريت حتشوفوها دحين في الام سي كيوز، لانه عليها اسئله كثير. اكثر ما بيسالوا في البروسيلا تكون على الديوريشن اوف تريتمنت. هذا السؤال الجديد easy question صراحة اللي جايبينه لهم جايبينه لكم. this son 33 years old traveler came back recently and presented to ER complaining of headache and fatigue. This is febrile 30. His febrile معلش 38. His platelets is within normal range. Gram stains shows gram negative coccobacilli. What is the most likely organism? موركزيلا، بروسيلا، دينجي، أو تي بي. فهنا بمجرد ما قال لك جرام نيجاتيف كوكوباسيلاي هذا رقم واحد. الحاجة الثانية إنه ترافيلر، فهذا one of the risk factor. الباقي التفاصيل ما نقلوها هم في السؤال. طبعا it's not a typical presentation، لسه نحتاج تفاصيل ثانية عشان أقول إنه المريض عنده بروسيلوزيز. لكن هنا يبغاها just by the gram stain، لأنه قال لك كوكوباسيلاي، فاللي موجود من هذه الخيارات على طول حنختار بروسيلا. لا الدنجي ولا المورغزيلا ولا التي بي is consistent with this يعني picture. فالسؤال غالبا فيه تفاصيل كثيرة، بس هذا اللي يعني نقدر نفتكر به الحاجات. أهم شيء إنه نقل لنا الكوكوباسيلاي، فهنا تعرف على طول الجواب بروسيلا. طيب simple brucellosis treatment duration is treated for 6 weeks. طيب إذا قال لي neurobrucellosis هذا treated for 6 months أو until the CSF is cleared يعني from the brucella. لكن simple brucellosis اللي هو just fever ويعني constitutional symptoms headache fatigue هذا treated for 6 weeks only. طيب 41 years old veterinarian present with 3 months history of lower back pain with fatigue, change in mood and behavior, with paresthesia,
زنان سموكر نان الكوليك ود نو سيجنفكت باس ميديكال هيستوري زمان شو يبات سبلينو ميجالي اند ساكرو ايليك جوينت تندرنس اند لابس شوز لو هيموجلوبين وات از ذا بيست نيكست ستيب زي ما قلنا تيبيكال بيكتشر اوف بروسيلوزيس وهنا فيت الفيترينيان هذا ريسك فاكتور تو ديفلوب بروسيلا الريسك فاكتور الاشهر في الام سي كيوز ingestion of unpasteurized milk هذا على طول كده تدور البروسيلا هنا حيكون الجواب طبعا سيرم اجلوتينيشن تيستينج اللي هو قلنا هو التست تو دايجنوز البروسيلا ونيورو بروسيلوزيس تريتمنت ديوريشن حتكون زي ما قلنا 6 مانثس طيب نيجي للتي بي برضه في كابل كويستشنز طبعا تي بي ما يحتاج اقول اكيد لازم تكونوا عارفين الحاجات الكومون اللي تيجي عليها اسئله اهمها طبعا الليتنت تي بي والتريتمنت وهاو تو ابروتش يعني when you suspect patient with latent TB اللي هو البي بي دي تيست واذا كان بوزيتيف طبعا next step انه to do x-ray if the x-ray chest x-ray is negative you will treat ايش التريتمنت الحين حقول لكم لانهم جابوا لكم عليها السؤال بس خلينا نشوف هذا السؤال اول شيء يعني it's related to HIV again هذه one of the question اللي كانت تيجي في اختبار البات بس هذه السنه جايبينه في اختباركم في السبلي an old patient present with symptoms of fever and productive cough admitted to isolation as a case of pulmonary TB the next day HIV test came positive what is the best next step start anti HIV immediately start anti TB now and anti HIV later consider pneumocystis carinii or start both anti TB and anti HIV together فالمانجمنت لاي وخاصه في التي بي اذا المريض جاء ب تي بي المفروض طبعا هنا نشوف السي دي 4 كاونت اذا السي دي 4 كاونت كان less than 200 وان جنرال موست بيشنت خاصه في انيشلي اول ما يتشخص حيكون له سي دي 4 كاونت سو يو ستارت الانتي تي بي ناو والاتش اي في ميديكيشن ليتر ليش؟ لان اذا بدات الاتش اي في ميديكيشن في patient just now diagnosed not treated TB they have a risk of developing حاجة اسمها iris immune reconstitution syndrome فهذه حاجة صراحة advanced ما مفروض ما يجيبوها في الاسم لي بس يعني جابوها لكم ف it's simple يعني you don't need to know many details بس لأنه السيناريو common أصلا بيجي كثير جاء HIV و TB في نفس الوقت الآن اللي اكتشفت TB فهل أبدأهم الاثنين ولا لا لا تنتظر والديوريشن تعتمد على السي دي 4 كاونت اذا كان less than 200 هنا حتنتظر 8 ويكس اذا less than 50 حتنتظر less 2 ويكس اونلي فهذا المانجمنت اوف تو بريفنت واي تو بريفنت ايرس اللي هي الاميون ريكونستيتيوشن سيندروم ف طيب 40 years old male known to have HIV did BBD test it showed 6 millimeter in duration اللي هي positive ليه لأنه HIV patient for more than 5 millimeter is positive test chest x-ray is done and it was normal شايفين هنا وراكم الابروتش when you suspect latent TB أول حاجة BBD testing positive أسوي x-ray إذا x-ray positive هذا معناته أنه ممكن عنده active TB المريض وعالجه as active إذا ما في أي abnormality في chest x-ray next step should be treatment with for latent TB. The latent TB له regimen كثيرة ممكن استخدم isoniazid for 6 months ممكن استخدم isoniazid for 9 months هذا ممكن اشهر واحد ممكن استخدم rifampicin for 4 months لو رجعتوا up to date حتلاقوا انه ال preferred regimen is rifampicin for 4 months يسموه R4 او 4R تلاقوه 4R كده اختصاره باختصار كده اللي هو rifampicin for 4 months فهذا هو البريفير they prefer it or recommend it over isoniazid whether for 9 months or 6 months فهنا حيكون الجواب rifampicin for 4 months ليش؟ less complicated less side effect isoniazid مشاكله كثير ايش مشاكله؟ هنشوفها في ده السؤال patient started an anti-TB treatment then he developed needle and prick sensation in his hands and feet he stopped taking the vitamins provided with the prescription which drug is causing this presentation ايش الفيتامينز اللي ما اخذوه B6 اللي هو البايرودوكسين
ايش الدراجز اللي كوزنج نيروباثي؟ بريفرال نيوروباثي من الانتي تي بي الايزونايزد. خلاص حاجه جدا مهمه، اي مريض نوصف له الانتي تي بي، هذه الفيرست لاين انتي تي بي ميديكيشن على فكره، اللي بيراجع الانتي تي بي مانجمنت، هذه الاربعه ايزونايزد، ريفامبيسين، بايرزينامايد، وايثمبيتول. الايزونايزد لازم نضيف لها ميديكيشن خامس، يصيروا خمسه ميديكيشن، البايرودوكسين اللي هو فيتامين بي 6، لانه الايزونايزد interfere with the metabolism of pyridoxine، والبيرودوكسين is important for the nerve function والsensory function، وبالتالي المريض حيدخل فيه هذه المانيفستيشن اللي شايفينها، needle and prick sensation و neuropathy، peripheral neuropathy و painful neuropathy. ف يعني هي هذه النقطة. لو غير السؤال لحاجة واحدة بس، قال لك which drug the patient stopped، بتختار B6 اللي هو الفيتامين B6 اللي هو البيرودوكسين. drugs causing this presentation الايزونايزد. فهذه اسئله التي بي اللي جات السنه الجديده، وكده نكون خلصنا مراجعات اليوم، خلصنا الاي دي والاندوكراين ان شاء الله. بكره بنقفل الكورس باذن الله بمراجعه الجاسترو. again I encourage you to watch الفيديوز اللي موجوده السنه الماضيه مع فيديوهات هذه السنه، هتقفل لكم الميديسين تماما باذن الله. وبالتوفيق وفالكم أعلى الدرجات. نلتقي بكرة إن شاء الله بإذن الله.